أنا معاك أنا معاك أنا معاك أنا معاك شو غير قلنا لسي أنا يا نانا 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 أنا ما بقى والو غير تكمل المدينة على يدك على يدك اليمن على العمالة غير تما غير مور المدينة مقبرة مقبرة يهودية قديمة قديمة مردومة مع دغيا غادي تطلعوا دغيا ما تخاف ما تما حد غادي تطلعوا دغيا غير تضرب ديك الحديدة اللي راه عندك يطلع والله يا خويا تما أنا شنو نقول لك أنك قربت يا من النار لأن السي هذيك الساعة ولا قريب ليه غادي تحيد العقد راه بديها ودي تدمر وراه هاد النار راه تدمر بعد فايق بلي وصلنا لديك المقبرة أنه وقفنا عند الباب أن المريض وأنه أصبح يصيح بعد ما بطلنا السحر المأكول بمدينة مراكش نحن نتوجه إلى مدينة بركان نحن دابا تقريبا قدنا واحد 13 كيلومتر هاد الأخ هاد الأخ راه بيتنا في توريت توريت تبعد على مدينة بركان 130 كيلومتر والمريض لا يعرف المقبرة ولكن هذه الخبيثة ستدلنا على السحر المعقود الأسود كنت تكلموا على السحر الثقاف يكون ما تحت السرة الرحم ديال المرأة أو الجهاز التناسلي عند المرأة أو الرجل هذا هو الثقاف طلع راني نعاونك ياك تفاهمنا غادي إن شاء الله بدون أذى ما غادي نوليكش بالله حتى نكمل معاكم ولكن كل هيك بالطريق شوف راه كان خلي نكمل نأمن لك بالله خلي نكمل هذا من أخطر أنواع السحر اللي خدمت عليه تقريبا شي شهر هذا السحر اليهودي كيكون صعيب شوية من أخطر أنواع السحر لأنه على خلينا نكمل على دم مغدور على دم مغدور ومدفون في مقبرة يهودية منسية قلت له شوف يا أختي أنا راه غادي نعترف لك بجانب مدينة بركان ومعقود بعقد وبدم مغدور وصور واستعملت ليلة لزفافهما وهذه موعدة للتحذير لأحذر جميع من كان مقبلا على عرس وان شاء الله باذن الله راه غادي نجبد السحر وغادي نبطلو غادي نخليكم تتبعوا معنا وكيجي عند واحد كيدعي الرقية كيهلكوا اكثر باش الانسان يعرف الطريقة الشرعية لإبطال السحر حنا ضربنا 800 كيلومتر رغم ان المرض والمسافة طويلة عندك الله يسهل ما عندك سير الله يسهل لك ما تسمعش مني يعطيني القد والقد اللي يعجبك الحمد لله كنتمنى الله سبحانه وتعالى العلي القدير ان يوفقنا لهذا الامر فان وفقنا فمن الله فان وفقنا فمن الله فتحوا ربي ربي الا من وفق لا انت لا واحد اخر الا من وفق فمن انفسنا وهذا من فضل ربي نتمنى ان شاء الله باذن الله ان نوفق في هذا الامر وحنا راه قربنا دابا لمدينه بركان وراه هي اللي غدلنا على السحر لان المريض لا يعرف المقبره وان شاء الله غادي نتبع معكم التصوير ان شاء الله باذن الله والسلام عليكم ترى انا غادي من مراكش حتى البركان هذه بداية الجزء الثاني الغرض والدافع يجبدوا السحر ويفكوا العقد كيف ما جعل لسان الرقي هشام مراكشي المكان المقبرة اليهودية بركان مهمة صعيبة لكن الغرض أن المريض ما يبقاش في هذه الحالة اللي كنتو شفتو مقبرة يهودية بركان مقبرة مدمرة قديمة وكما والله ما أكذب عليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بعدما حيث بطلت السحر المأكول بإذن الله وبقالنا سحر الثقاف لأن الجسم ديال الإنسان مقسوم إلى قسمين ما فوق السرة فهو سحر مأكول في الماهذة أو كيكون عقد في الرأس بلي كنتكلموا على السحر الثقاف كيكون ما تحت السرة الرحم ديال المرأة أو الجهاز التناسلي عند المرأة أو الرجل هذا هو الثقاف بعد ما حيدنا السحر ديال المأكول بقى لنا سحر الثقاف بعد ما مشينا ضربنا 800 كيلومتر كانت المعاناة في الطريق ولله الحمد كان تحملنا هذه المعاناة وصلنا تما بتنا في توريرت الصباح بإذن الله توجينا لمدينة بركان كنت فاجئوا بمقبرة يهودية الوسط ديال في السنتر ديال مدينة بركان وأنها مقبرة وفيها حدا واحد المعبد اللي كيتعبدوا فيه اليهود سنويا المهم تما فين وقفنا باللي وصلنا لديك المقبره ان وقفنا عند الباب ان المريض وانه اصبح يصيح وتيقول هنا مدفون هنا مدفون فانه يغلي ما لقيناش كندخلوا ما نكذبوش الصراحه غادي نعاود للمشاهدين يعني ضربنا كاع الخطوات كملناهم الحمد لله على ما يرام ولكن باللي وصلنا غادي ندخل تما وغادي تدخل تبدا كتحفر
غير قانونيه شويه راه غادي تكون صعيبه، راه الصراحه الله ما نكذبوش راه ما غادي يعذروكش. الا جاوا السلطات ولا لقاوك كتحفر نفس القبور كتعرف واش فيه. وقفنا، اشنا هو الحل؟ وتعصبت شويه ما نكذبش بلي لقيت تما والمريض ولا تيصيح لنا وسط الطوموبيل. رجعنا للدار، عاودت رقيته من جديد، بقيت كنرقي فيه وكنحرق داك المريض باذن الله، المريض اللي مرصود عن ثقاف. وكانت كما بغيت نوضح ان سحر المقابر راه ماشي غير تدخل المقبره لداخل ودير وسط القبور، راه يدخل دوري حدا الباب وتقدر تدفنه، راه سحر المقابر ملي كيدخل وسط المقبره كيقول سحر المقابر يقدر يدفني في جنب في جنب الحيط، ماشي عارفوا الناس كي تدفن سحر المقابر. بلي رجعنا للدار وسحر يهودي، سحر المقابر يهودي كيكون صعيب شويه، سحر اسود. السحر اليهودي كيكون صعيب شويه لان اليهود اعداء الله، هما اللي بداو السحر اولا، هما اللي كيعلموا السحر، لان السحر اليهودي في المقابر اليهوديه كيكون صعيب على السحر اللي كيكون في المقابر المسلمين. كيكون هو السحر الاسود كيكون الخدام ديالو صعيب، كيكون من ملوك الجن. حنا الحمد لله باذن الله لا نخشى الجن باذن الله، ولكن داكشي ماشي نقول من القوه ديالي باذن الله. ورديت المريض للدار وبديت كنرقي فيه، كنقوم بالحرق ديال داك المريض، حرقته مزيان باذن الله. هو ينطق بواحد الكلمه قال لي راه خصك تعاود تدخل، غير تحاول تدخل. قلت له شو ما نقدرش، انا ما نقدرش نتاح في هذا المريض مع هذا المريض، يقدر يبغي ينتقم منا بهذه الطريقه. قلت له شوف شي حل اخر، غتوصلنا ولا خرج، لانه العقاد لما تحلوا ما غادي يخرج هذا المريض. هو ينطق باسم، لا داعي باش نسمي هذا الاسم، نطق بداك الاسم. درت عند اب الزوجه اللي نسيب ديالو مريض، قلت له واش كاين هذا الاسم؟ قال لي كاين، كنعرفو من المقربين. قلت له شوف كدير، اتصلوا بها ولا شوفوا كيديروا. هو اتصل بالزوجه ديالو في المانيا، هذا السيد اللي معنا، قال لها غدوري لفلانه غادي تسولها. دورت ليها، طلباتها، استعطفات منها، عاودت لها الظروف اللي كيعيش السيد وبان بنتها طاح ولا ثلاثه الاجنه. قالت لها شوفي اختي، انا راه غادي نعترف لك، انا راه مشيت للروضه وما استعملش السحر، جات فلانه هي اللي داتني للروضه، هي اللي قالت لي غادي ندي واحد، ما قالتش غادي ندي السحر، قالت لها غادي شي حاجه، غادي شي ثقاف، غديروا لشي بنت، كيعرفتي دوك العيال اللي كيتقفوا بناتهم مخافة من الاغتصاب. داتها وراتها المقبرة، هذيك غير وراتها المقبرة، ردات عندنا الجواب، ردات عندنا التسجيل، ردات عندنا، تصنتنا ليه فلانة بأنك تقول لها حنا راه ماشي أنا اللي درت السحر، أنا غير مشيت مع فلانة. تطرينا، قلت لهم واش غديروا؟ هزوا هذا المريض ديوه للحي فين ساكنة هي، والله راقب على ما أقول، هزيناه دينا للحي فين ساكنة هي، صافي، لأن كيبان لك واحد الإنسان كيتوفى. كيتوفى صراحة، الموت البطيء. تصور بنادم بلي كيدير العرس كيبغي يفرح وكيلقى راسو بأنه 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين ولا حياته كلها كيعاني، راه الحماق هذا. الزينه ديناه، دق عليها، خرجت عنده، جات عندنا حدا الطوموبيل، تفاجأت، لقات عاود ولا قلت أنا، لقات السيد، قلت لها دخلي للطوموبيل، دخلت لقات السيد، بديت كنقرا عليه في الطوموبيل تيغوت، إوا هاد الحالة شوفي كديري ليها. هاد السيد راه مشينا بغينا نتاكدوا مزيان، قلنا يلا يوري، ما قلناش احنا مشينا للمقبره اولا، قلنا لا غتمشي تورينا المقبره فين درتوا هذا السحر. قالت لنا انا ما درتوش، ولكن راه فلانه غير جات طلبات مني نديها للمقبره، نوريها مقبره اليهود فين كاينه، في بركان، في السونتر المالي وحدا معبد. داتنا نفس المقبره اللي مشينا ليها، والمريض عاود ثاني بلي كتقربوا من السحر كانك قربتيه من النار. فيقول فانه يغلي، فانه يغلي، فانه يغلي، ابعدوني عن هنا، ابعدوني عن هنا، ابعدوني عن هنا. ردينا لي الحل الوحيد باش خرجنا، لان قلت لهم انا سمحوا لي تقدروا ديك السيده كيف دات داك السحر دفناته، تعاود تردو تمشي تجبدو وتحطو، راه غادي تحفر علينا لو كيكون تحت التراب، هذيك الميه كتكون مجموعه كتبقى مزيانه مع داك التراب ما كتبقاش، لان كيكون التراب بارد، تجيبو عيطوا لي نحل لكم السحر. اما باش نحفر انا راه ما نقدرش نغامر براسي، انا قلت غادي نمشي نلقى شي مقبره مهجوره ما عندها لا حراس لا والو، غتكون قديمه، ولكن تفاجئ كنلقى واحد المقبره عندها حارس ودير بها السور، مقبره يهوديه، ما قدرتش نغامر براسي، هذه الصراحه. والله يا خويا عثمان اش بغي نقول لك، انك قربتيه من النار، لان السحر ديك الساعه ولا قريب ليه، العقاد تقربوا ليه، لان رائحه السحر ولا كيشم، كيقول لك المريض باللي كيهضر كيقول لك كنشم انا شي حاجه، دابا كنشم شي حاجه، لان كاين فيه دم المغدور. ناكد لكم، علاش الدري الصغير كيقولوا الناس بانه شم، الا كانت شي وحده هزه معها شي سحر وحطيتي حدا شي دري صغير راسه كيتفرق ليه، ولا في واحد الحاله يرتى لها. انا والله راقب علي لبكيت، وعدفت الرقيه، وعدفت ما يجي من الرقيه، اصلا انا عادف الرقيه، هذا راجع لبعض الرقاة اللي كيتفلوا على الناس، عدفت الرقيه، ولات كنشوف واحد الانسان كيتوفى كيموت، ما نكذبش عليك، انه ولا احمر بحال قبطي شي مطيشه،
ولا اكثر من فاش درت لي الحصه في الدار، والجاج مسدودين ديال الطوموبيل تخنقنا كلنا الصراحه. طلع لنا لحالتي الجاج سي تيغوت، واحد هيستيريا، واحد تيغوت بزاف. تضطرينا بان قلنا لديك السيده انت الحاله شتيها، شغلك دابا تصرفي انت كما عجبك. وعدتنا بان غدور ديك السيده في الالمان، غتقول لها راه تورق، جي نحيدوا هذا الشيء. واش اللي عطى الله؟ يعني هذه هي اخر حاجه، انه غادي يجبدوهم السحر وانت غتمشي باش تبطل. هادو باش وعدونا. شرح لنا كيفاش، انه كيفاش، شنو غادير زعما باش تبطل؟ غاديك الا ماشي تجبد، واش الا تجبد واش تسالات القصه ولا لا؟ الا تجبد غادي كما غنقوم بفك العقد، وغادي نقوم بقراءه القران والنفت عليهم، وغادي نرشهم بلمات الرقيه. الا ما حليت العقد راه ما كاين والو، لانهم معقودين. هادو ما السحر معقود. اما باش يكذب عليك شي واحد يقول لك بانه غادي يحضر السحر ولا غادي يجيب السحر، هادشي راه ما كاينش السحر عثمان. يعني السحر خصو يتجبد. وثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه سحره لبيد بن الاعصم، جبدوا السحر من البئر وقاموا بفك العقد. وكان يتخيل الرسول عليه الصلاه والسلام انه ياتي اهله وما ياتيهم. لان السحر ملي كيدير لك الانسان كيدير لك على شي حاجه مخصصه، كيدير لك حاجه على الثقاف، على الجماع بينك وبين الزوجه، كيبقى على داك على داك الشيء علاش سحر لك الانسان. يقول لك انت في المغرب وفي المانيا، ولا يقول لك انا راه جبت لك هذاك الشيء. لا لا، هذا ما كاينش بثاتا. وانا استدليتك بالحديث النبوي الصحيح. ممكن ترقي الانسان عن طريق الواتساب، توري الاعراض ديالو، تضعف ليه المس، تضعف ذاك المس ريتما يجي، وتقوم بفك السحر سواء كان ماكول او مشروب او مرشوش او معلق او مدفون. هذا تقدر ما يبقاش ذاك التأثير ديال السحر هو في بلاد الغربة. أما باش تقول ليه راه غادي نبطل لك السحر من تما، هذا راه ما كاينش. شوف، الحاجة اللي جائزة جائزة، والحاجة اللي غير جائزة غير جائزة. من الأحسن تكون صريح واضح مع الناس، وكذلك الرقية الجماعية. أنا كنصح بها يبعدوا منها الناس، راه ما كاين، راه لا إفادة منها. راه خصك تحط المريض وتشخص ليه الحالة ديالته، وتعرف واش مس عن عين أو سحر أو حسد، تتشخص ليه الحالة وتشخص ليه الحالة وترقيه، كتلقي الشخص المعين. اما بعض الناس كيدخل لك 20 واحد بحال ديال حضره ديال الجن، شي تيبكي هنا، شي تيغوت هنا، كيما دخل كيخرج، لا يستفيد منها الانسان شيئا. الرقيه الجماعيه كتعدى ثلاثه الناس، الرقيه الجماعيه كتكون مشتركه ما بين العائله او الزوجين، اللي كيكون سحر مشترك. كنقول اللي عنده تجربه في الرقيه، ملي كتبقى ترقي شي عائله كترقي رقيه مشتركه، لانه كيكون سحر مشترك للعائله. اما كيجي واحد من هاد البلاد، واحد من هاد البلاد، واحد من هاد البلاد، واحد عنده العين، واحد عنده السحر والجن، يتنقل بينهم، وكتجي كيلقى راحته. وهناك بعض الرقاه يدعون انهم، وكاين بعض الرقاه الله يهديهم كيقول لك انا ملك الرقيه، واحد كيقول لك انا امير الرقيه، يلقبون انفسهم. والله الا كلنا نبقى عباد ضعفاء، راه ربما السي عثمان يقدر يدوز واحد المسيكين، يقدر يكون احسن مني واحسن من هذا واحسن من هذا. كم من معروف في الارض غير معروف في السماء، مجهول في السماء، وكم من مجهول في الارض معروف في السماء. كلمة تعرفوش الناس وتعرفوا الملائكة. بعض الرقاة الله يهديهم كيبداو تيقول لك انا ملك الرقية، انا امير الرقية. شوف، راه كل واحد يصيب او يخطئ. راه ملي كتوفق الانسان لشي رقية راه ماشي من نفسه، راه يوفق الله. بعض الرقاة كيقول لك انا ما كيخفقش في شي رقية. خصنا الناس نعرفوا كي نعالجوهم. راه كيهلكهم الصحارى وكيهلكهم بعض الذين يدعون الرقيه. والله يا عثمان، والله انا صراحه اقولها من هذا المنبر، ان انا ولت كنكره الرقيه. شي حاجه سميتها الرقيه راه كنكرهها، بسبب المريض اللي كتشوف كيتمرت وما كيلقاش اللي يعالجو، وبسبب الرقاه اللي كيتفلوا على الناس. نكونوا واضحين، وكنقول من هذا المنبر انا لا اناظر. الا قلت لك ناظرك غادي يهرب، داك اللي غادي ناظر وما غادي يبغيش. وجالس الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أعرضوا عني رقاكم، لا بأس بالرقية إن لم يكن هناك شرك. وهناك بعض الرقاة، كاين واحد الرقي أبو أسامة اللهم بارك في مدينة الدار البيضاء، يرقي الشخص، يجي عنده 30 كيقول بترقي شخص بشخص. ولكن بعض المتطفلين على الرقية الشرعية، ملي كتقول الرقية الشرعية ما شرع الله، خلينا من الروحاني والنوراني، هادشي راه لا يجوز وما كاينش، ولا يعالجنا بهذه الطريقة، لا يعالج المريض بهذا فتزيده مرضا. وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقة. هاد الناس بحال الناس كيستعنوا بالجيل، كيجي ملوك من عند الساحر، وكيجي عند واحد كيدعي الرقية كيهلكوا أكثر. وأقول من هذا المنبر، أنا مستعد أي راقي ومن يدعي الرقية أن يجالس ويوضح شنو هي الرقيه. راه خص يكون التوضيح للرقيه الشرعيه. الرقيه الشرعيه اصبحت تدمي القلوب. هذا المجال هذا حنا ماشي هما، حنا خصنا نبعدوا عليه صراحه. الله هذو قلت انا، بعض الخضره كتلقى شي مريض كتلقاه كيتقطع، كيقول لك انا دزت عند شحال من راقي وجيت. انا كنجي عندي شي رقيه كنقول له خويا سير هذه الفئه السحر عندك، وجه امرك الله، وطلب الله سبحانه وتعالى يفك لك. ربما ذاك اللي سحروا توفى،
وداك المريض ما كيطلعش كيتكلم، كاين واحد الرقه تيقول ما تيخفقش في شي رقيه، اتق الله. لا ضروري اي حاله ما نتخلاش عليها، ماشي غير هذيك، اي حاله كنغامر براسي انا تاديت، انا تادى ولادي والله على راقب، على تادى الزوجه ديالي الراقي الا كان شرع على كيتادى، ما نكذبوش. انا السي عثمان راه كتعرفني شخصيا، انا راه ما عندي طوموبيل، ما بغيت طوموبيل، ما بغيت دار، ما بغيت والو، انا كنعالج المرضى على ما قسم الله، خير ما استأجرتم عليه كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام كتاب الله، ولكن ما كنفرطش عليك 7000 درهم 8000 درهم ما كنفرطش، كنرقيك تقدر تقول لي رقيني، رقيك بلا ما عندك، الله يسهل ما عندك سير الله يسهل لك، ما تسمعش مني اعطيني القد والقد اللي عجبك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. راه بعض الرقاه راه حنا سابقين في الرقيه، الا جيت نهضر على الاب ديالي هو الكتاب ديالو خاص بالرقيه، ها وانا احاذر من بلد كان فيه الرقاه من بنيفو، انا ما كنقولش بدوك الشركات اللي كنامن بالاضرحه ولا داكشي، كنقول اما بحال دوك الناس كنترحموا عليهم، حنا ما كنستعنوش بهم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.